السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. التجمع اليمني للإصلاح يعبر عن رفضه الشديد لقرار الخزانة الأمريكية بحق الشيخ حميد الأحمر ويطالب بإلغائه. الإصلاح طالب مؤسسات الدولة بالدفاع عن الشيخ الأحمر بصفته سياسي مناصر لموقف الدولة من القضية الفلسطينية. مسيرات جماهيرية حاشدة في عدد من المحافظات المحررة إحياء للذكرى الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى. المشاركون في المسيرة جددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال. في ختام مباحثاته في الرياض، مجلس حضرموت الوطني يعلن تشكيل الأمانة العامة وتسمية رئيس وهيئة حكماء المجلس. المجلس أشاد بجهود السعودية والمجلس الرئاسي في دعم توحيد صفوف أبناء المحافظة. تفاصيل الأنباء يتلوها علي عزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها الشديد لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس الاثنين فرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للإصلاح، عضو مجلس النواب، عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية. وقالت الهيئة العليا للإصلاح إن القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الصديق. وطالبت الهيئة العليا للإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار الجائر والمتحيز ضد الشيخ حميد الأحمر. ودعت الهيئة العليا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية. وأهاب الإصلاح بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني رفض القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه. وجدد الإصلاح وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ارتبطت أسرة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بجهود نصرة القضية الفلسطينية العادلة، وكانت في كل مواقفها وتحركاتها تعبر عن ضمير الشعب اليمني وتنسجم مع الموقف الرسمي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني. وقد حمل الشيخ حميد الأحمر الشعلة ومضى إلى الأمام غير آبه بما قد يطاله من أذى على يد الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية جراء أدواره المنافحة عن الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. لكن الغريب في الأمر هو التخادم الفج بين ميليشيا الحوثي والإدارة الأمريكية في استهداف الشيخ حميد الأحمر وشركاته. نتابع. فالقدس كانت ولا تزال وستبقى بإذن الله قلب البشرية النابض ومعيار العدل والحق فيها ومهوى أفئدة المؤمنين بالله تعالى، لا يناصرها إلا الشرفاء. آمن بقضيته وشابه أباه فما ظلم. فبالنسبة لفلسطين والفلسطينيين، فالشيخ الأحمر في ميدان الإسناد والدعم علم، وفلسطين والشيخ الأحمر ثنائية انصرفت في حياة الشيخ عبد الله الأحمر نحو اسمه بلا منازع، ليرث الشيخ حميد الأحمر عن أبيه ريادته وتصدره للدفاع عن فلسطين والوقوف مع مظلومية الشعب الفلسطيني، انطلاقا من الواجب الديني والقومي والإنساني
حضر الشيخ حميد الأحمر في قلب القضية الحاضرة في قلوب المسلمين كحال جميع اليمنيين، وأسهم من واقعه وموقعه في نصرة الأقصى وغزة وفلسطين، فرأس مؤسسة القدس الدولية منذ سنين، وترأس رابطة برلمانيون لأجل القدس التي عقدت باسطنبول في إبريل الماضي مؤتمرها البرلماني الخامس بمشاركة رئيس تركيا ورئيس برلمانها وأكثر من 700 برلماني من 80 دولة حول العالم، جمعهم الانتصار لحقوق الفلسطينيين، معطيات لم يكن الشيخ حميد الأحمر في ضوئها أن يكون إلا حيث يكون الفلسطينيون، وذلك موقع وواقع يمكن من خلاله قراءة المبررات الصهيونية لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بوضع اسم الشيخ حميد الأحمر على قائمة العقوبات، وإن كانت حيثيات القرار الأمريكي ستبقى شهادة تكريم ووسام فخر للشيخ الأحمر من وجهة نظر جميع أحرار العالم وفي مقدمتهم الشعبين الفلسطيني واليمني. فوفقا للخزانة الأمريكية فإن الأحمر أحد أبرز الداعمين الدوليين لحركة حماس، وعضو رئيسي في محفظة حماس الاستثمارية، ورئيس مؤسسة القدس الدولية، وقدم الدعم المالي والتكنولوجي لحماس، مبررات قاموس صهيوني توالت معها تساؤلات غالبية الشعب اليمني. لهذه الأسباب والمبررات تمت السيطرة على شركات الأحمر في اليمن من قبل الحوثيين، ويتم التضييق على ما تبقى من شركاته من قبل الأمريكيين، وما سر التخادم بين الفريقين؟ استهجن ناشطون يمنيون العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد الأحمر بتهمة دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة، وندد الناشطون بهذا القرار واعتبروه قرار تشريف للشيخ الأحمر الذي يرأس رابطة برلمانيون لأجل القدس ومؤسسة القدس الدولية، والتي من خلالهما نظم العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية السياسية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واستعرض الناشطون اليمنيون جانبا من المقارنات العمياء لقرارات المجتمع الدولي والمعايير الزائفة التي تستند إليها في توزيع تهم الإرهاب، وفي مقدمة تلك المفارقات دعم المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للإرهاب الصهيوني الذي يبطش بالشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية. وأشار الناشطون إلى أن هذا القرار يدعم الإرهاب الإيراني وميليشياته في المنطقة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، والتي سبق وأن نهبت ممتلكات الشيخ الأحمر بصنعاء منذ العام 2014 واستولت على مقرات المؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني والتي كان يرأسها. وأكد الناشطون وجود تخادم أمريكي صهيوني حوثي لاستهداف القيادات والمؤسسات التي تدافع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. في الملف اليمني وفي القضية الفلسطينية تتجلى بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في الانحياز للإرهاب الإسرائيلي والحوثي على حد سواء، وضدا على قيم العدالة الدولية ومواثيق القانون الإنساني الأممي وما تواضعت عليه البشرية من أحكام عرفية بالفطرة والعقل. نتابع. عام من تساقط الأقنعة والانكشاف الكبير لكل علامات الفخر والجودة في عصر الحضارة العربية الحديثة التي احتكرت تمثيل شعارات حقوق الإنسان والعدالة العالمية كحق حصري من فضائل النظام الدولي الجديد. وجاء طوفان الأقصى ليعري تلك الإدعاءات الزائفة ويسقط أوراق التوت عن سوءات حضارة مادية صماء خاوية من الروح وعديمة المعنى، حيث تبدى أقبح ما فيها في البيت الأبيض والموقف الأمريكي اللا إنساني مما يحدث في غزة. في اليمن ظل الموقف الأمريكي في صف الإرهاب الحوثي، وحدث أن أدرجت إدارة ترامب الميليشيا الوكيلة لإيران في لائحة الإرهاب المحلي، لكنها سرعان ما تراجعت عن القرار في الأيام الأولى لوصول بايدن إلى الرئاسة.
ورغم تغول الإرهاب الحوثي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تعدت معايير التصنيف الدولي للإرهاب واستوفت ما هو أكثر وأبعد من التقييم القانوني للإرهاب وجماعاته، لا تزال ميليشيا الحوثي في عين الرضا الأمريكية وظل الحماية. صحيح أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن عقوبات تجاه شركات وأفراد من المتعاونين مع تنظيم الحوثي، غير أن بقاء الميليشيا ككيان معلوم الإرهاب خارج لائحة التصنيف في الخزانة الأمريكية يلغي جدوى العقوبات، لا سيما وقد طال الإرهاب الحوثي أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وأضر باقتصاديات العالم وجلب أساطيل البحرية الأمريكية إلى مياه اليمن الإقليمية للتنزه في الأجواء الدافئة مع توجيه ضربات مرهفة على مواقع حوثية جرداء. احتشد عشرات الآلاف في تعز ومارب وحضرموت والمهرة إحياء للذكرى الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام 2023، وجابت المظاهرات عددا من شوارع تعز ومارب وحضرموت ضمن الأنشطة الجماهيرية الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تحيي الصمود الأسطوري للمقاومة والشعب الفلسطيني الذين سطروا أروع التضحيات في وجه آلة الإرهاب الصهيوني. وأكد المتظاهرون تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة مفتوحة طيلة عام كامل، ونددوا باستمرار المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذه الجرائم تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية واختبار إنساني صعب. وطالب المتظاهرون الحكومات العربية والإسلامية بالوقوف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني وتبني قضيته التي تعد قضية العرب الأولى في كل المحافل. نظمت اللجنة التضامنية مع الشعب الفلسطيني مسيرة تضامنية جابت شوارع مارب تضامنا مع الشعب الفلسطيني وإحياء للذكرى الأولى لانطلاقة طوفان الأقصى، دعت للعمل على وقف العدوان الصهيوني الذي يستهدف الفلسطينيين منذ عام كامل. رغم الحصار والتجميع تم الشهداء الرياضية، رغم الحصار والتجميع تم الشهداء الرياضية. مسيرة حاشدة تجوب شوارع مأرب إحياء للذكرى الأولى لانطلاق طوفان الأقصى، هذه المسيرة التي تأتي ضمن الفعاليات والوقفات والمهرجانات التضامنية إحياء لهذه الذكرى، والتي تؤكد على الموقف اليمني الثابت، الموقف الشعبي والرسمي المؤيد للقضية الفلسطينية الذي يعلن تأييده وتضامنه باستمرار. لدينا الأستاذ علي صوفان أحد أعضاء اللجنة المنظمة للفعالية التضامنية مع القضية الفلسطينية ليحدثنا عن هذه الوقفة وعن أيضا الفعاليات التضامنية إحياء لهذه الذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسيرة الشعبية التضامنية التي جابت شوارع محافظة مأرب في الجمهورية اليمنية في هذا اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني مع إخواننا في غزة، وإحياء لليوم للذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى، هذا الطوفان الذي قدم رسالة قوية لأن ضمير الأمة حي وأن أبنائها لا زال فيهم الخير الكثير، وأن إرادة الشعوب وإرادة الأمة لا تقهر ولا تنكسر ولا تتراجع، ورسالة نوجهها لبني صهيون ومن يدعمهم ومن هو خلفهم بأن طائراتكم ودباباتكم وقوتكم العسكرية لن تفل في أعضادنا ولا في حدنا شيئا، فمضاؤنا وقوتنا وعزمنا بالله عز وجل ومسيرنا إلى الله تعالى، وسنظل على ذلك ثابتين إلى أن تتحرر الأقصى وتتحرر فلسطين وتعود المقدسات ويعود الحق إلى أهله بإذن الله قريبا وليس على الله بعزيز. إذن هي مسيرة تضامنية وهي أيضا امتداد لمسيرات وفعاليات امتدت بامتداد هذا العام الذي نزف فيه الدم الفلسطيني منذ انطلاق طوفان الأقصى، وهي أيضا تأكيد على الموقف اليمني المؤيد للقضية الفلسطينية. هذه المسيرة التي تدعو المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي للوقوف مع الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف نزيف الدم الذي يستمر باستمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف الأرض والإنسان.
محمد القليصي من وسط مدينة مأرب لقناة سهيل. وفي مأرب نظمت وقفة احتجاجية لأطفال المدينة تضامنا وتنديدا بمجازر العدوان الصهيوني بحق أطفال غزة الذين تعرضوا لحرب إبادة مفتوحة طيلة عام كامل من الحرب الصهيونية. نظمت في مأرب وقفة احتجاجية لأطفال المدينة تضامنا وتنديدا بمجازر العدوان الصهيوني بحق أطفال غزة على مدى عام كامل. خرجنا كأطفال لننصر أهل غزة ونرجو من العرب في 7 أكتوبر أن يدعموهم من ضرب الإسرائيليين وأرجو ذلك. أطفال مأرب أكدوا بأنه آن الأوان لأطفال غزة أن ينالوا حقهم في العيش في أمان ومن حقهم الحصول على كافة حقوقهم المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية. ونشاهد التهجير والقتل والدماء الذي تسفك في غزة والأطفال الذي يموتوا جوع وقصر وقتل وتشريد. ورسالتي إليهم نراهم عاما كامل من التشريد والقصف والتهجير، نطالب العالم بأن يقفوا إلى صفهم. وفي الوقفة رفعت الأعلام واللافتات المكتوبة عليها عبارات مناهضة للعدوان وأخرى رسائل للأمم المتحدة بوضع حد لهذا الإجرام. نحن طلاب محافظة مأرب أتينا إلى هذه الساحة متظاهرين متضامنين مع طلاب وأخواننا وزملائنا في غزة حفظهم الله، ونحن خرجنا لأجل إيصال رسالتنا إلى العالم بأكمله. أقصانا يا أقصانا مسرى الرسول ومرسانا. كما أكد أطفال مأرب على حق أطفال غزة للحصول على حقهم في التعليم والصحة والأمان كباقي أطفال العالم. أشاد عدد من سكان مأرب بنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه العدوان الصهيوني الذي يشن حربا مفتوحة ضد سكان قطاع غزة منذ عام كامل. يا أهل غزة، يا أهل العزة، يا أهل الكرامة، يا أهل المجد ويا أهل النخوة، لقد عدتم فينا الأمل، لقد عدتم فينا الشجاعة، لقد تربى الأجيال، كنا نقرأ القصص وكنا نتعلم في الكتب، لكن الآن قد طبقتم على الواقع ها العزة والكرامة. نعم أيها الشباب امضوا، نحن على خرجنا اليوم 7 أكتوبر المجيد الذي انتفض فيها المقاومة الإسلامية حماس ضد الكيان المغتصب، وها هي اليوم ثورة يعني نحتفل بها وكل المسلمين والعرب، حيث وإنها معركة مصير حق وباطل وكفر وإسلام، فنحن مع عز قلبا وقالبا وسنفديهم بأرواحنا ودماءنا وأولادنا ونفديهم بالغالي والرخيص. خرجنا اليوم نصرة لغزة ونصرة للقضية الفلسطينية والإسلامية، ونحن اليوم ننصر غزة وسنظل ننصرها دائما، وكما نقول للعدو الصهيوني المأزوم نتنياهو النتن الذي لا يراعي حرمات الدماء ولا حرمات النساء، الذي يقصف ولا يرى شيء ولا يفرق بين امرأة وطفل، نقول له ستأتي نهايتك قريبا وأنت تمشي إلى. وجهت حرائر مأرب رسائل تضامنية مع الشعب الفلسطيني وجددنا التأكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني بحق سكان قطاع غزة. نتابع. خرجنا لمسيرة تضامنية مع أخواننا في فلسطين نصرة لهم وما يحدث معهم من قتل وتدمير وتفجير، وأيضا نصرة لهم واحتفالا بالذكرى الأولى لطوفان الأقصى. خرجنا اليوم نتضامن مع أهل غزة من القصف اللي حصل لهم، وأطفال غزة يعانون من القصف والجوع ويموتون الأطفال من الجوع. اليوم نناشد فلسطين، نحن معهم يدا بيد، ونحن قلوبنا دائما تتوجع لما حصل لهم. طبعا لما نذكر غزة، مجرد ما نذكر غزة ألم لا نستطيع، يعني يعجز اللسان عن ذكرنا لأحداث غزة، لكن عتبنا فعلا، يعني احنا نعمل المستطاع ولو كان بأيدينا والله ما سكتنا ولا تخاذلنا، لكن ما هوش بأيدينا إلا الوقفات الاحتجاج احنا وطلابنا وأبناءنا والخروج والوقوف مع غزة، لكن عتبنا على الحكام العرب الذي بأيديهم اللي ماسكين الحدود اللي مستطيعين يوصلوا الغذاء، والله لو اجتمعت الأمة العربية كيد واحدة وقبضة يد واحدة إنهم لداسوا إسرائيل تحت أقدام.
بعثت طالبة في مأرب باللغتين العربية والإنجليزية رسائل للمنظمات الدولية لتحمل مسؤوليتها تجاه جرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني. Today we are in the 7th day of October. We are in the day that it is a pride for all people, for all Palestinian people, for all Muslims people. We are in the day that the whole world know who is the oppressor and who is the oppressed, who is the occupier and who is the landowner. We are in the day that all the world witnessed the falsity of the principles promoted by the human rights organizations, but the civil society organizations, but the all European and the, all the countries who claim democracy, who claim freedom, who claim dignity. Today we are in the day that the army that they say it is not defeated, it was defeated, and this army do not spared no effort to kill our Palestinian people, to destroy them, to destroy their infrastructure, but we say our Palestinian people are the victors and Zionist army are the losers. إننا اليوم في 7 أكتوبر، اليوم الذي يعتبر يوم فخر لكل المسلمين ولكل أبناء فلسطين، اليوم الذي عرف العالم كله من هو المحتل ومن صاحب الحق، من الظالم ومن المظلوم، اليوم الذي اكتشف فيه العالم زيف الحقائق أو زيف المبادئ التي تتغنى به منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات التي تدعي الديمقراطية والحرية والكرامة. إننا في اليوم الذي قهر فيه الجيش الذي لا يقهر كما يزعمون، هذا اليوم الذي جعل الصهيونيين لا يوفروا جهدا ولا طاقة في قتل إخوتنا الفلسطينيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية، لكننا نقول لهم إن هذا لهو ثمن النصر، فلا تحزنوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون، أنتم المنصورون بإذن الله عز وجل، والكيان الصهيوني زائل منهزم داحر بإذن الله. أقامت لجنة الفعاليات التضامنية مع فلسطين في مدينة مأرب مهرجانا فنيا إنشاديا إحياء للذكرى الأولى لانطلاق طوفان الأقصى، وقد شارك في المهرجان كوكبة من المنشدين والشعراء والأدباء، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير. قبل عام كان النبأ نشيدا، وبعد عام أصبح النشيد حاديا، فقد دار الزمان دورته وأتت ذكرى البداية، بداية الطوفان الذي أغرق الاحتلال الإسرائيلي وقضى على أحلامه في السيطرة وقتل روح المقاومة. غزاوي وما بنقلقش، والمذله ما بنقبلش، فلسطينية وما بنقلقش، والمذله ما بنقبلش، ما بنقلقش وما بنقلقش. نبأ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي كان نشيد من أرهقته سماع أخبار الغطرسة الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة، وها هو عام ينقضي لتعلن المدينة السبائية نصرتها ومؤازرتها في مهرجان فني إنشادي يحيي الذكرى ويحيي المناضلين. هذا المهرجان الفني الإنشادي الذي يأتي بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، يأتي ضمن عدة فعاليات جماهيرية تنظمها اللجنة المنظمة للفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع إخواننا في غزة. ليست ذكرى فلا يتذكر إلا من ينسى، بل هو عام من الصمود والبطولة، عام من الحياة بعد أن ظنوا أن موت القضية هو المآل الأخير، هو عام من النزيف، لكنه نزيف استنزف الغطرسة وكسر رأس الطغيان وأحال أحلام المحتل إلى كوابيس يتمنى أن يفيق منها ولا فواق. يوم أعز الله كل موحد فيه، وأحنا من يهود رقابا، في بضع ساعات بألف مقاتل صارت قلاع الغاصبين يبابا، أسطورة الجيش العظيم تبخرت وغدت لكل العالمين سرابا. حي الله اليوم العظيم المبجل ذي ذاق فيه المسلمين الكرامة، وانداس فيه الخصم واهتال وانذل، وذاق من بطشة حماس انهزامه تاريخ. هذا اليوم جدا مجلل على جميع المسلمين احترامه. يا
يقول النشيد كلمته: فنصرة القضية لا حد له ولا حدود. ليكن شعرا وفنا ونثرا، ليكن نشيدا وحداء، وليكن قبل ذلك دما وروحا، المهم أن يكون. فلا مكان للغياب في حضرة العزة والكرامة والبطولة التي صنعت من المستحيل ممكنا وأحالت العجز إلى سلاح لا يهزم. دور الأنشودة والشعر في القضية الفلسطينية، أولا ارتبطنا منذ الصغر بالفريق الواعد وبالأنشودة الفلسطينية المعتادة والقسامية، ولذلك هو دور الإنشاد ودور الشعر هو لغة العصر في هذا الزمن، إيصاله للمجتمع بسلاسة وبسهولة. قد يكون هناك أنشودة أو مقطوعة من الشعر توصل ما لا يوصل ألف خطيب بعبارة واحدة أو بشطر واحد أو بلحن واحد، فلذلك هي تخاطب الوجدان، وما خاطب الوجدان هو الذي يسود وهو الذي يؤثر في المجتمع. عام مضى وعام يبدأ، أياد تقبض على البندقية وأعين ترمق العدو وقلوب تنتظر الفرج والنصر وعزائم لا تلين. فلا مكان للمنهزم في مواطن النضال وأسفار البطولة والعظمة، فالتاريخ في غزة يكتب بالدم. محمد القليصي لقناة سهي مأرب. عام من التضامن الشعبي اليمني الواسع مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، حيث شهدت مدينة تعز خلال العام الماضي مسيرات وفعاليات جماهيرية واسعة تضامنا مع سكان قطاع غزة والضفة الغربية. 365 يوما من الصمود مرغت فيه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة القوات الصهيونية، ونسفت كل ما صنعه اليهود من صورة لجيشهم الذي لا يقهر. وخلال هذا العام ظلت مدينة تعز مع غزة ومقاومتها خطوة بخطوة مؤازرة وباذلة كل ما تستطيع من أجل نصرة قضيتهم، ونظمت المسيرات والوقفات والمهرجانات، كما أن أبناء هذه المدينة يعتبرون مدينتهم كغزة لما تتعرض له من حصار واستهداف من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية. اليوم هذا الذي حول الوطن العربي إلى مقاومة، وحول الناس من الركود إلى الحركة، وجعل الناس يعرفون قيمة المقاومة. نعلن عن تأسيس فريق شباب نحو الطوفان التطوعي الذي يهدف إلى رفض المجتمع بالكثير من الأنشطة الثقافية، وقد قمنا اليوم بالتعاون مع جمعية الأقصى في تنظيم هذا الحشد، وقد قمنا بالأمس في الخروج إلى المدارس لحشد الطلاب وحشد والجامعات. بعد عام من النصر يحاول الاحتلال خلق معارك وانتصارات لطمس ما صنعته المقاومة الفلسطينية بسبعة أكتوبر عبر إبادة غزة وقتل أبنائها وتدمير كل شيء يساعد على الحياة، وحصارا خانقا لمنع وصول المواد الغذائية والدواء والماء. وهذا ما أشعل ثورة عالمية ضد الصهاينة وأيقظ الشعوب حول العالم، وزاد المقاومة إصراراً على الثبات على ترابها وأرضها وفي باطنها، لتخرج بتنفيذ عمليات تكبد العدو الخسائر الجسام، ولا زال يتكبد بعد عام كامل من حرب الإبادة. حين نأتي إلى هذه البطولة التي رسمتها حماس طوال عام كامل، لو أتينا خلال 76 عاماً للدول التي حاربت الصهاينة لا تساوي شيئا من حيث المدة ومن حيث الأثر ومن حيث التأثير، لكن المقاومة الفلسطينية اليوم أحيت الجهاد وأحيت القضية وأحيت الوعي العربي والذاكرة العربية والإسلامية لدى كل الفئات والشرائح والأوطان ولدى المجتمع العربي والشعب العربي والإسلامي في كل مكان، بل وإنها استطاعت أن تصل بوعي بالتوعية إلى أحرار العالم بشكل عام ليقفوا مناصرين للقضية الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية إرادة قوية لاسترداد الحق المغصوب، وإن قدمت التضحيات وامتدت الأيام والأشهر والسنوات، وهو ما تقوم به المقاومة اليمنية وهي تقاتل وتجابه المشروع الإيراني باليمن،
وهو ما يشبه بأهدافه وجرائمه العدو الصهيوني، وكلا المشروعان يسيران بخط واحد. في ظل ما يشهده قطاع غزة من حرب صهيونية متواصلة ومرور عام لانطلاق عملية طوفان الأقصى، فإن اليمنيين بمختلف توجهاتهم يجددون موقفهم الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني ومقاومة الإرهاب الصهيوني. عام من التحدي والصمود للمقاومة الفلسطينية في وجه عصابات الاحتلال الصهيوني الذي لا زال يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. هنا في مدينة تعز التي تواجه عصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية، يخرج كل أبنائها وقوفا وتضحية مع فلسطين والأقصى. ما الذي يقدمه اليمنيون للأرض المباركة يذكرنا بما قدمه اليمنيون الأوائل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لم تتحرك قوافل الفتح العظيم لبلاد الشام وبلاد فارس إلا من اليمن. القادسية في الماضي تذكرنا بأن واجبنا اليوم أن ندعم رأس الرمح في مقاومة المشروع الصهيوني والمشاريع المعادية لأمتنا في أرض فلسطين. نحن نقدم اليوم إعلاما، ونقدم اليوم مسيرات، ونقدم اليوم عطاء ماليا، ونقدم بازارات، ونقدم فعاليات كثيرة تنصر القضية الفلسطينية. أما ماذا يريد المقاومون منا؟ فيريدون أن نتعلم منهم. نحن اليوم نحاصر كما حوصر أصحاب غزة لسبعة عشر عام وخرجوا بعد 17 عام ليذهلوا العالم كله. نحن نقول أننا ينبغي في تعز بعد هذا الحصار الطويل أن نخرج بنفس آلية المواجهة وبنفس آلية الثبات. طوفان الأقصى الذي شكل بارقة أمر المسلمين جميعهم في ظل تخادم غير مسبوق في مصادرة القضية الفلسطينية التي تعتبر محور القضايا وأمها على مدى سنوات متعاقبة من النضال والتضحية والصمود في وجه الغطرسة الصهيونية. نخرج في محافظة تعز تأييدا لطوفان الأقصى في غزة بعد عام من هذا الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية وانهيار كامل للجيش الصهيوني، وإن المقاومة ما زالت بخير، والضفة الغربية وقطاع غزة توأمان، ونرى بطولات ومقاومة الشعب الفلسطيني. فنحن في محافظة تعز سندا وعونا لإخواننا في غزة، ولقد قام الشعب اليمني اليوم في 7 أكتوبر بإقامة الإذاعات المدرسية في 1500 مدرسة في محافظة تعز، وكذلك الأطباق الخيرية، وقد أوصلوا إلى غزة 19 حملة عبر جمعية الأقصى من المواد الغذائية والطبية والصحية، وهذا دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. وجه المشاركون في المسيرة في مدينة تعز الكثير من الشعارات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني، كما عبروا عن فخرهم واعتزازهم ما حدث في 7 أكتوبر قبل عام، الذي سجل في التاريخ كيوم أسود على الاحتلال وعصابته. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. أحيا أبناء ريف تعز ذكرى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بمسيرة جماهيرية جابت عددا من الشوارع، وقال المشاركون إن 7 أكتوبر حدث وتحول تاريخي كسر القوة الزائفة التي صنعها جيش الاحتلال طيلة السنوات الماضية، وندد المشاركون بالصمت الدولي تجاه جرائم استمرار جراء استمرار جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. إلى المكلا، حيث أقيمت يوم أمس في مدينة المكلا مظاهرة طلابية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييدا لمقاومته تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للطوفان. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. شهدت مدينة المكلا مظاهرة طلابية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بالتزامن مع الذكرى الأولى لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر المجيد.
الموت بالوقوف مع أخواننا في فلسطين، والتي تأتي في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى التي قامت انتفاضة ضد العدو الصهيوني الذي احتل أراضيه منذ 80 سنة وأكثر، الذي قتل وشرد الفلسطينيين. بجانب الشعب الفلسطيني، بل نحن نقف كذلك مع أنفسنا، لأن الخطر ليس فقط على فلسطين. البداية نشكر الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت على تنظيم هذه الوقفة التضامنية مع إخواننا في فلسطين، وهذه القضية قضية كل إنسان مشرف، إنسان مسلم، ونحن اليوم هنا متضامنين مع إخواننا في فلسطين على مرور عام من طوفان الأقصى، وما ننسى أخواننا في فلسطين من الدعاء، وما ننساهم برضه أخواننا في بيروت. وعبر الشباب عن كامل تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية، ورفعوا لافتات تؤكد دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني. وشهدت المظاهرة التضامنية فقرة تفاعلية من قبل الحضور تعكس حجم التعاطف الكبير مع آلام وجراح الشعب الفلسطيني، وخصوصا الأطفال وكبار السن. وطالب المتظاهرين بضرورة دعم الشعب الفلسطيني بكافة السبل الممكنة، وعدم نسيان قضيته أو اعتياديتها، بالتزامن مع ذكرها الأولى في 7 أكتوبر المجيد. وشارك طلاب الجامعات في المظاهرة التي استمرت طوال الصبيحة 7 أكتوبر تجسيدا لأهمية هذا اليوم الذي يمثل منعطفا كبيرا في القضية الفلسطينية. عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلا. أعلن مجلس حضرموت الوطني مساء اليوم تشكيل أمانته العامة وتسمية رئيس هيئة حكماء المجلس، وجاء هذا الإعلان عقب اختتام المباحثات التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض استكمالا لمخرجات المشاورات الحضرمية التي عقدت العام المنصرم باعتبار المجلس الحامل السياسي المعبر عن طموحات المجتمع الحضرمي. وقد تم تعيين الأستاذ عصام حبريش الكثيري أمينا عاما لمجلس حضرموت الوطني، والدكتور رفعت سالم باصريح مساعدا للأمين العام لشؤون ساحل وهضبة حضرموت، والأستاذ جمعان سعيد بن سعد مساعدا للأمين العام لشؤون وادي وصحراء حضرموت، وتعيين الحكم عبد الله مبروك بن حجاج النهدي رئيسا لهيئة الحكماء لمجلس حضرموت الوطني. ونص القرار على أن يمارس المعنيون مهامهم وفقا لأحكام النظام الأساسي واللوائح والأنظمة الداخلية للمجلس. وأشاد المجلس بالجهود السعودية ودعمها لأبناء حضرموت، مثمنا دور مجلس القيادة الرئاسي في دعم توحيد صفوف أبناء المحافظة وتغليب الحوار لحل الخلافات وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني. فمجلس حضرموت الوطني يتطلع إلى بناء تلك الرؤى، ويعمل في تحقيق تلك الرؤى لتحقيق السلام والتنمية والرفاه لأبناء حضرموت وأبناء المناطق الأخرى أيضا إن أمكن ذلك. مجلس حضرموت الوطني أنشئ ليكون محاملا سياسيا بدرجة أساسية، فسنسعى بكل جهد أن تكون حضرموت ممثلة في ذلك، وسنقدم رؤانا ونستطيع أن ندعي بأن حضرموت لديها رؤى متقدمة جدا، لديها رؤى متقدمة جدا في هذا الإطار، وربما تحقق ليس لحضرموت فقط ولكن لبقية المناطق أيضا الفكرة المناسبة للمستقبل. تحقيق هذه الخطوة المباركة بإعلان الأمانة العامة وكذلك إعلان رئيس عضو هيئة الحكماء كخطوة مباركة نحو تحقيق باقي الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها. رسالة المجلس هي رسالة تسعى دائما بتحقيق التنمية التي تسعى لها حضرموت بأن تكون نموذج يحتذى به في كافة المناطق في الجمهورية اليمنية
بما يكفل التكافل السلمي ودعم الكفاءات وتحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأوضاع الحالية. طبعا الخطوة اليوم اللي اتخذت خطوة كبيرة جدا وخطوة في اتجاه إكمال واستكمال هيئات المجلس، واللي ستساعد على المجلس أن يقوم بمهامه والتي تتعلق بالنهضة التنموية لحضرموت خصوصا، ولكن المساهمة بشكل أوسع، وأيضا التنسيق مع السلطات المحلية والتعاون معها للنهوض بالمواطن وتخفيف العبء عن المواطنين. إلى ذلك أعلن أمين عام مجلس حضرموت الوطني الأستاذ عصام حبريش الكثيري تعيين رؤساء الإدارات التخصصية للأمانة العامة، مؤكدا على أن المرحلة تستدعي العمل الجماعي من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه حضرموت بشكل خاص والبلاد بشكل عام والمشاركة الفاعلة في مشاورات الحل النهائي. وتوجه أمين عام مجلس حضرموت الوطني الأستاذ عصام حبريش الكثيري بالشكر لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الجهود التي تبذلها لتوحيد الصف الحضرمي والصف الوطني من أجل إحلال السلام وتحقيق التنمية. كلفنا في هذا اليوم المبارك بأمين عام لمجلس حضرموت الوطني، نتمنى إن شاء الله أن نكون على هذه الثقة التي منحت لنا من هيئة رئاسة المجلس حضرموت بعد مشاورات في عاصمة القرار العربي، شاكل كل قيادة المملكة العربية السعودية على استضافتهم على الفترة الماضية. بالنسبة لاتجاهات العمل في مجلس حضرموت الوطني، سيساهم في إن شاء الله في لملمة البيت الحضرمي أولا، وسينعكس هذا على البيت الوطني بشكل عام كله، في ما يساهم في وضع استقرار للبلاد بشكل عام كاملة، وسيسهم إن شاء الله في حل النهائي للأزمة اليمنية إن شاء الله. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. التجمع اليمني للإصلاح يعبر عن رفضه الشديد لقرار الخزانة الأمريكية بحق الشيخ حميد الأحمر ويطالب بإلغائه. الإصلاح طالب مؤسسات الدولة بالدفاع عن الشيخ الأحمر بصفته سياسي مناصر لموقف الدولة من القضية الفلسطينية. مسيرات جماهيرية حاشدة في عدد من المحافظات المحررة إحياء للذكرى الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى. المشاركون في المسيرات جددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال. في ختام مباحثاته في الرياض، مجلس حضرموت الوطني يعلن تشكيل الأمانة العامة وتسمية رئيس وهيئة حكماء المجلس. المجلس أشاد بجهود السعودية والمجلس الرئاسي في دعم توحيد صفوف أبناء المحافظة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. في رعاية الله.